ايه يا جماعه، كيف حالكم؟ طيب، في عندي زوجين بتكلم معهم على نتائجهم، وقلت لهم انه الحقن المجهري، اطفال الانابيب حقن مجهري هو افضل شيء. طبعا كان ما ينطبق عليهم، بس جيت بقول لهم حاجه وقلت يعني اشارككم في نفس الموضوع. في ناس تبى تسوي تلقيح صناعي، اللي هو ناخذ العينه نحقنها جوه الزوجه بدل الاطفال الانابيب حقن مجهري، بس عشان الظروف ما تسمح. فانا اقول لهم يا جماعه، طبعا احنا نسوي لكم الشيء اللي انتم تبغوه، تبغوا تلقيح صناعي نعمل تلقيح صناعي، بس لو الشغل على الظروف. انا عندي نصيحه للناس كالتالي: اذا مثلا قيمه الانابيب قد كده وقيمة التلقيح الصناعي قد كده، لا يضيعوا فلوسهم في التلقيح، يجمعوا تلقيح على تلقيح على تلقيح، ولما ظروفهم تسمح يسووا انابيب. يعني احنا ما نبغى الناس تضيع فلوسها في حاجه نسبه نجاحها قليله، تمام؟ اما لو هم قناعتهم يسووا تلقيح صناعي هذا شيء ثاني، بس لو هم بس عشان الظروف الماديه انا اقول لهم لا تضيعوا فلوسهم، مع انه احنا ما عندنا مانع نستفيد لما يسووا تلقيح صناعي، بس احنا نقول لهم حرام، جمع دا على دا على دا على دا، ولما يكون عندك المبلغ حق